هلا شو ما تعملوا دايت بالحياه، شو ما كانت الطريقه اعملوها، خسروا وزن من بعدها فكروا بطريقه كارلا. انا هلا هيك عم بعمل، صح ولا مش صح؟ ما بعرف، ما رح نجاوب على الموضوع لان بده يتشعب الحديث. اعملي الحلقه وحدك وطلعي من حياتي، لانه كل مره ما بتشجعيني. حلو الواحد يتشجعي، بده يتشعب الحديث. نعم. اليوم وسبور، انا بعمل كثير سبور كل يوم. برافو برافو. بس اليوم كثير ضروري نحكي عن عادات عم بتصير، او مش عادات سيئه بالتحديد، قد ما عم يصير في مثل ترندز على السوشيال ميديا عم بتخلي او بتحط هالشباب والصبايا. نعم. خطر يصير عندهم اضطرابات غذائيه او ما يعرف بالايتينج ديسوردر. على السريع، شو مثالية بتحديد الوجبات خلال النهار؟ ترويقة غدا عشاء أو خمس مرات؟ ما في مثالية، في أنت شو بترتاح فيه. يعني ممكن أنت يكون عندك وجبتين بالنهار وتكون مرتاح، ممكن تعوز خمسة، ممكن تعوز ثلاثة، فما في مثالية فينا نعممها على الجميع. أوكي. في مثالية لألك. طيب شو الترندز يلي انت هلا برايك عم يضروا؟ صح، عم رح نبلش بالترندز اللي عم شوفهم كثير على السوشيال ميديا، اللي هن هالانفلونسرز اللي بحطوا شو اكلوا خلال كل النهار. وطبعا معظم الاوقات اذا في يقول الاشياء اللي عم بياكلوها او الطريقه او اي شيء عم بيعملوه منه 100% صحي، وخاصه منه 100% او منه أبدا ضابط مع الكل. أنه أنت يا إنفلونسر إذا هيدا بيناسبك مش ضروري يناسب حدا تاني. هلأ طبعا هني ما عم بيقولوا أنه إيه عملوا مثلي، بس أنت وقت تحط شو عم تاكل بالنهار، هالصبايا والشباب الصغار بيصيروا إنفلونس أو يصيروا بيتأثروا، ما هو ليه اسمه مؤثر، عم بتأثر مثلا شيء بالموضة بالشعر. ليش عم بتأثر بأكلك؟ يعني أنا دايتشن وصار لسنين بشتغل بالتغذية، ولا مرة حطيت شو بيكل أنا خلال النهار، لأن هيدا بيخصني أنا، ما بيخص أنا جوزيف عرض أو عرض الهودي العضلات والقصص. لا هو 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 عرض الأكل، يعني على بكرة مثلا بيقولوا بيشربوا ما بعرف شو، على الظهر بيعملوا ما بعرف كيف، هيدا ما ضروري. يعني هودي ما فيهم يتعمموا على كل الناس. صح. كل واحد عنده شيء بيضره شيء بيفيده. صح. يعني هيدا صح. وهيدا عم بيخلي هالصبايا والشباب يفوتوا بالإكستريمز أو ما يعرف بكل شيء لصوب للآخر من ناحية التغذية غير الصحية. عم بلاقي كتير على كل مواقع التواصل الاجتماعي على أدوية منحفة وأنواع من الشاي المنحف اللي لا. هو ممكن يسهل المعدة أو لا. كل هيدي أمور كمان عم بتوصل هالشباب والصبايا لأنه يتعقدوا أو يستعملوا أشياء منا صحية. والمشكل أنه هلأ تطلب كله أونلاين وكله بيوصل لك من دون لا رقيب ولا حسيب ولا. أيوة. ما يحزن. في عنا الأنظمة الغذائية اللي كتير عم بتحد من النشويات اللي بعدها دارجة، وهون يا ريتها نوقفها. كل شيء بيكون هالقد بيحدد الأكل، هالقد قاسي بده يودي لاضطراب بالأكل. يعني كل ما كان الشاب أو الصبية صغيرة كل ما رح يتأثروا أكتر ويتعقدوا أكتر، أنه أنا لا ما لازم أكل بطاطا أبدا، أنا ما لازم أكل رز أبدا. وهلأ عم بيكون في بعض التوجه لتحديد كمية الأكل وتحديد النشويات سيئة جدا. إذا الأهل عم بيحضروا يوعون للشباب والصبايا. نعم. وفي ترند اللي هو ترند الديتوكس وترند الجرين درينكس اللي هو أنا بشرب بس أشياء خضرة بدل ما أكل خيار وخس خيار وخس وكيل وسبانخ، وبعمل ديتوكس بس بشرب مي وأنواع من العصير. لا لا لا، إنه جسمك لحاله بيقدر ينظف حاله بس بحاله. أوقات حتى الصيام هو عمل صحيا لتنظيف الجسم. أنت غير أنت للصيام يعني. الصيام اللي انت رح تصومه بالليل هو اللي رح ينظف لك جسمك. نعم. انت مفروض انه توقف اكل على الساعه 8 9 اللي هي او 10 وبتضل صايم لتن النهار. اللي بيعمل انترميتنت فاستنج بياكل وقعه وحده ما رح يقدر ياكل وقعه تانية. هيدا مثلا هيدا مش صحي. لا هي المش صحي جوزيف اذا. نعم. انت مش قادر تستمر فيه، يعني انت وقتها بدك ترجع تاكل. نعم. اذا انت موقف اكل وعامل انترميتنت فاستنج او صيام المتقطع بدك ترجع تنسى. طيب وقف الانترميتنت فاستنج كملنا على طريقتك انه باعتدال رح ترجع تنصحي؟ اذا انت عم تنتبه على كميه الاكل اللي عم تاكلها مش بالضروره ترجع تنصح، بس اجمالا وقتها توقف اكل بفتره معينه وترجع تدخل ولو شيء قليل اكيد بدك ترجع. انا هالايام مش عم بكون راضي عنك باخر الحلقات ما بعرف شو بدي اعمل. يعني بدك تجيبي لي طرق خليني راضي. في شيء كمان فينا نقول عنه بس انتبهوا، في شيء اسمه موك بانجز.
سموك بانك شو هو يا وقت الناس عم بياكلوا كميات هائله من الاكل شيء بيقرف يعني وكمان عم بتودي للبنج ايتين شنق حاله الزعبوطي فوق لانه خلص الوقت.